أسامة وصليتي بارتيسيبون في مشروع ستيب ويذ يو. الحكاية كيفاش بديت؟ بديت في أنه إحنا حبينا نعملوا مشروع بعد ما عملنا برشا دورات تكوينية مع جاسمين فونداسيون ومع البريتش كانسر. خدمنا مشروع ستيب ويذ يو في إطار أنه إحنا ركزنا على وليدات هذوما اللي نون فويون واللي سمي فويون اللي عندهم مشاكل في النظر. بروجي ستيب ويذ يو هو مشروع تخدم على مدرسة المكفوفين. المدرسة هذه أول مشينا لها لقينا معناها صغار حالة نفسية تعبة على الأخر، المدرسة زادة حتى التهيئة معناها ما كانتش فيها تهيئة به، على هذيك يعني خممنا نخدموا عليهم ك معناها نفسانيا وككل شيء، معناها كالمدرسة نهيئوها من الأول وجديد. كي مشينا للمدرسة ديجا لقينا الناس ما عندهمش إطار مناسب، ما لقيناش الناس شكون اللي هي بيهم، معناها ما فماش هكا شكون يرعاهم. قلنا علاش مش احنا معناها نكونوا لهم هذيك كيما لقينا احنا الإطار، نكونوا لهم احنا اليوم الإطار ليهم هما. خممنا على هذيك وقلنا نخدموهم يعني عليهم، سيرتو نفسيتهم كانت تعبه تعبه على الاخر، وهذا اكثر هدف اللي حبينا نخدموا عليه. عملنا لهم جلسات علاج وجلسات استماع وتابعناهم على المستوى النفسي والاجتماعي. بالنسبه للحديقه عملنا لهم معناها عملنا لهم حسبهم هما فيسكو ما ينجموش ما همش يخزروا، معناها الدراجح ما ينجموش يلعبوا فيهم كل شيء. عملنا لهم الدراجح اللي بالسانتور معناها حتى كي يلعبها هكا يكون متهني يكون هاني، شو هو ما ينجم يشوف هيش هو أم يحس بها اللي عملناها احنا. حتى الالوان هما قبل كل شيء في الابيض قال شنو ما يشوفوا كان ما يشوفش دونك في الابيض، عملنا لهم الالوان هما ينجم يحس بها ينجم يشعر بها حتى نفسيته تزهى بها الالوان هذيك. انا نتصور انه المشروع نتاعنا باش يعيش على خاطر الفكره كانت ناجحه والصغيرات تفاعلوا معها والاولياء نتاع صغيرات هذوما تفاعلوا معها والعبيد اللي احتكوا بالمشروع واحتكوا بنا احنا كي قمنا بالمشروع بالحق فرحوا على الاخر انه فما عبيد هكا تحب تخدم وفما مشاريع كيفنا هكا ناجحه. وفكره انه انت نجم تجي من برا وتعاون وتوصل معلومه كيفنا هكا، وفكره انه انت تحسس انه فما شباب هكا فاعل وشباب انه طموح يحب يعمل مشاريع يخدم بها الصغيرات ويخدم بها المجتمعات بصفه عامه.